انت مالهم كله مصارع؟ اي انا من يوم انا بتشا صغير كله مصارعة معلوم. انت متى يبقى هذا التدريب؟ والله يقول انا خير بالعاجلة الحين اورك كيف فطور بعدين سوي تدريب. بس متى بالضبط تدريب؟ شفيه انت فين انا اول ما يجي ابو محمد كرام؟ ارفعت الله جو ودي فوق بعدين سوي اركيو. لازم فوز لا لازم فوز لازم فوز لا لازم فوز يبغى فوز لازم سوي حركات اكل نوم ما في سوي عضلات. لو بيت ورق معنا حيديك سوبلكس اي معليش لكن لازم افليكس. You wanna know who the best? Well, he just got you impressed. Hey. دافينشي ما بيحب الوهم اي وهم يحاول يستوهم طوالي تردم ضوقت الالم ما حس بطعم ونفس وكتم وشبكني لما انا ذاتي والله حس بهذا. بطولة كله شنك في بطولة تاني بطولة حق راب بطولة حق اغاني ما تعرف مين عبد الخالق الباكستاني انا كسر راس اندرتيكر اسال هذا سوداني. كلامه صح اسمع كلامي السلطة فنش ليك الاصلي مرة واحدة بعد داك ما شفته تاني يا اخي انت ما جاتي السلطة مرة قحة بالغلط في ماتش تغلب على سنائي عبد الخالق الحارق السلطة خارق يدينه بتقول مطارق السارق في دمه غارق غالق كل المغالق لو لمحت طوالي فارق بشويكم زي النقانق النوع داك اللون غامق. ارفعت الله جو ودي فوق بعدين سوي اركيو. لازم فوز لا لازم فوز لازم فوز لا لازم فوز ارفعت الله جو ودي فوق بعدين سوي اركيو. لازم فوز لا لازم فوز لازم فوز لا لازم فوز انت لازم شيل حزام انت لازم لازم سوي التزام انت لازم فوز ما في التزام انت لازم شيل حزام انت لازم لازم سوي التزام انت لازم فوز ما في التزام. انت تعبان شوي تعبان دوبا ما في كلام انا تعبان انت سؤال طيب انا جواب خلاص ما في تعبان شيل هذا غطا مكيف ركب جوا خلاص اشيل ثلاثة دوبا شيل هذا غطا مكيف ركب جوا خلاص ما في كلام دوبا انت ايش سوي هنا؟ انا جيت من المدرسه لقيتكم قاعدين تراو فقلت ادالي فيرسين كده كان ظابط ها؟ انت ولد هذا ابو مصطفى السوداني؟ ابو مصطفى ذاته يا صاحبي كان دايرك عشان تصلح لي المكيف بتاع لكن بس عشان الراب بتاع الموضوع نسيتك ايوه يمشي